سينفذ الركنية الكوكب كينفد خطيرة الفائدة فريق الكوكب المراكشي خطيرة الكوكب وهدف هدف لفائدة فريق الكوكب المراكشي الشباك تهتز هنا بمدينة مراكش هدف يعني مباغت للكوكب المراكشي وهستيريا في المدرجات هستيريا في المدرجات عدد المدافعين والكرة في الشباك هدف الإداري فرحت كل عناصر الكوكب المراكشي بهذا الهدف اللي يعني غيخلص الكوكب المراكشي مراتب المؤديه للقسم الوطني الثاني انا اقول وصل متشبت بالامل ديالو باقي مرحله اخيره اعتقد ان هزيمه خنيفره حتى الان بمدينه خنيفره لا تخدم مصالح الفريق ويمكن هذه الهزيمه ديال خنيفره حتى الان لو استمرت تخدم مصالح فريق شباب